subscription platform. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو علي حسن محمود. وحايدين سوق دونا مادة عربية فصل كسديدات دوكسكا دعاء. وحنك سوق جرني عطبكي شنات كهلاي العقل والتفكير السليم. وحن سوق هذا نحس ظهر أهمية المال للإنسان. أهمية المال للإنسان. إنسانك أما مالك مهمة أوليها إنسانك. بني آدمك مالك مهمد أولي أنك سو هذا لي مال محالك وده هذا هني يو سيدوك لو هان سو شيء هني مالك قابك مارة تصرفك ونعكسن ماله لو بيحي أي تاي يو سيدوك لو هانك سو هذا لي ماله عن ونعكسنين إن مارة إن مالك الله استعماله سيدوك لو هان سو شيء هني آيات القرآن أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم كهلا مهمد مالك أولي هاي عشر كاس كده مني وحنك سو هذا لي كلمات وبهناي إن لا فسره وسوف فسرناي أنت كده وحن ده بس عنا العشر كاس عش عسين هاي عشر كين ما أنت وحنك هذا دهنا حقبت كأمس سؤالها يو عن شدة عشر كوس أبسن إن شاء الله تعالى ده وشوا عن أرضي نشاطات كا وحنك كوكا تعبير سهر وصو أرنبه تعبيرها كوكا نشاطات كا تعبير كنا وخلق بينا تعبير الشفهي يتعبير التحريري سيدان هربو صارني عرس ك عرس أفكا هو أردقة لو سؤال عيو أسئلة مباشرة بقى أسئلة مرتي توسع يا لو جديد وأنا أردقة أو كوسها عشان عشر كيلو سوقاتي وداخل الفصل أما فصل لح جديد يا لو جديد وأنا تعبير ككتابي أنا وحان صار شغلني وحبنا نوصل النقضي أو مرتي اعتبرت أن أنا سوق هذاني تعبيرك كتابك أما تحريرك لو يغانن أردك أساس سوق رأي عرس يروس سوق رأي وعكس سوق رأي بوجي سخاسك أجيب عن الأسئلة الآتية شفهيا وعنك جوابها يا سؤالها صوت صعده أيام حنك جوابها يا أفكا أجيب عن الأسئلة الآتية سؤالها صوت صعده أيام وجوابها يا أفكا أذكر أهم المصادر الاقتصادية لدى بلادنا وأوائل عشر سعد لها إلى هذا قال أو ميمسن بلد كينا حاو ميمسن أنا صار أنا أرضي عشر كيدات دعوتين عشر كهرة عنك سو هذا لي عنك ولا قادني بحلقة هنا لين ثروة الحيوانية عن دول برا أقسم يعني مراجع سمعني سيدي مارتي الإبل والبقر والغنم وقيل يو مارتي لقبة يا أريجا سيدوك لو حكسو هذا اللي الثروة الاقتصادية الأخرى حكسو هذا اللي سيد البر يا سيد البحر لا أصلاً صغار. مركز جودة سؤالاً وأنت طبعاً أنت وش قيها إسا وثروة حيوانية أو سكوجرتي البقر والإبل والغنم. طبعاً ترتيباً إبل كهرية. الله ذاك وحكته. سيدك أنا نمبر ون وحاجة أغلى نعام نعمله إذا كانوا غالساً صومالينا نمبر كو وجره وحواي قيلة. كذب لقضة كذب أريج كذب إنه وأنا قصوا هذا اللي عطف قوة ريا أثروا حيوانية في بلادنا كهلا سؤال شاء الله بعض لماذا يعد المال العمود الفقري مالك اللي قلت المامي عمود الفقري نبر لحياة الإنسان لماذا اللي قلت المامي مالك عمود الفقري سؤال شكله ما هي الدوافع التي تدفع الإنسان ما هي الأسباب دوافع وأسباب أسباب توقف كإنسان كبن عادة كل رئيس معيته أنب الاقتصاد في المال معيته أسبابته ما هي الدوافع وما هي الحوافز حنا كل رجلا معيته
دوافع حوافزنا لنا وحكو ديري قلنا صوابع بحيث إنسان كأنه غالق وديبه مالك إنه بحيه ديري قلنا قرر أوكي إنه أقصى هذا الله أرضي إذا فانتين رجينا دوافع داس أما واجبات كاس وحكمي ده هاي على تربية الأولاد يسيدو كانت مساكين تلقوذيو يسيدو كانت معاهد مساجد اللي لسا حكمي ده أجيبوا عن الأسئلة عن أسئلة التعبير الشفهي وأكتب الإجابة في دفتري بركة جوابها سدعة سؤالات وألف يباء يجيمة وأذكر أهم المساجد الاقتصادية لدى بلادنا إيه لماذا يعد المال العمود الفقري سدعة سؤالات لماذا سأشكو بذو أذكر أهم المساجد الاقتصادية لدى بلادنا إيه لماذا يعد المال العمود الفقري لحياة الإنسان؟ هي سدو كلا ما هي الدوافع التي تدفع الإنسان الاقتصاد في المال؟ عشر سؤالات عن سقسقة تعبير شفهي أيان كجواب يا ولي تعبيرك تحريرك أما كتابك سياسة الوجه وأكتب الإجابة في دفتري وأكتب الإجابة في دفتري كده نحن صغرى يا بوقي القراءة ثانيا القراءة أنت صحيح نشاطاتك أما أنشطتي أبا حقبتك تقول رساء تعبير قاعد كده بحكو حقوق القراءة القراءة الصامتة أول رساء أما القراءة الساكتة على هذا أقرأ آموسا أقرأ النص نص كان أقرأنا يا ثم أستخرج منه العبارة التي تدل على أن السمك من الثروة الاقتصادية لدى الصومال على أن لو اللي بعد آخرنا نسك عشر كان آخرنا يا قراءة ولبة هوس وقفكو كليس ومغلايو أيان آخرنا يا ثم أستخرج منه حصص على العبارة ويرد الذي تدل تاسوت سيسو على أن السمكة ملايقة من الثروة الاقتصادية إنه يعني كمدي هاي وحبها دغالها تتكين الصومالي هستان إنه مارت أنت سان قصص على يا إنه كمدي هاي ملايقة دغالها أو مهم سن أما دغالها مهم كا إنه كجرو استك الصومالي استعمالان أنت سان قصص على هوله أوكي القراءة الجهرية تسقراءة صامتة هيد قفكو إيه هسو أرسو ساراي هذا قراءة وأخرس لما لو ذا مقلايو أمثل وحنا مثلنا مع خمسة من زملائي الحوار حوار اللي مثلها حوار اللي سميها دوت وذا الشيء كيس على سمينا يا درس قلوات حوار على سمينا يا ما هي أجو بيجي نقول حسن هاي هاي أمثل مع خمسة من زملائي وحنا مرة مثلها يا مثلنا أنا إيوه شنقفوا أصحابتي ذا الحوار الذي جرى بين معلم وطلاب حوار كده حمري معلم كي يرد ذيس معلم كي يرد ذا حول أهمية المال الإنسان حوار كاسو كصاب صناعي مهمة مالك أوليها بين آدمك حوار كاس أيام حوار كسميت دونا حوار كلام كسميت دونا أنا كقرأ آخر هنا أما لو شو معلم كنا أو نقول قصته أو نغصح وحمارة هي خلدن وحتى وصلنا ساس أمارة أوضنا أنا يعني يشن كل أرضي ده حوارا سميت دهنا أكو سابسا أهمية المال الإنسان ثالثا افسدحات التدريبات اللغوية وسؤاله حق اللغة ده أكو سابسا غفكا لفيرنا يا مدى ميولي ومدى فهمي للدروس السابقة أردك أنت قابك سو فهمي عشرة دي هوري بأي آية تطنع لغسي أغانايا أملأ الفراغ في الجمل الآتية بكلمة مناسبة وحن بوحنا يا ميلها بنان فراغ ماشا بنان قفت بنان بوحنا يا أملأ الفراغ فراغ ماشا بنان بوحنا في الجمل الآتية بكلمة مناسبة إركوها بنانك بوحيا لها من العمود المقابل عمود المقابل وكنا كان عمود لهذا أكو بوحنا يا من الثروة الحيوانية في بلادنا الثروة الحيوانية لغالها أمهر أمارة خيراتك ودن كين حيواناتك أي ودن كين أو حاكمي دي أوكي حين قلينا أمريكا حيوانا مدام اللي يري أنت وحاكو قرأ الوجه هي هائلة هي الإبل هي الإنسان أمريكا الثروة الحيوانية أنت يا سوق لها أمريكا الإبل قيلة إبل سوق هذه أمريكا أوكي بقى
لدى الصومالي صومالي هيستا ثروة حيوانية خيرات حيوان هيستا هائلة وين هائلة أوكي للمال أهمية كبيرة للحياة مالك وأهمية وين أقولي هاي يقولي أمريكا سوف يعيش ماشي بنان نلاش أيو كلية هاي نلاش أيو أمريكا أمريكا لبدا أري أو كوسو هرتاي أو كوسو هرتاي عمود المقابل أما أفرت الكلمة كوجت مربعة أما أفرجس كوجرتو لما أري كوسو هرتاي بيت كبيرة أيا جلايو بوسكا جيم وأهل المال أهمية كبيرة للحياة أوكي دال استغلال الثروة على الصحيح داش الصحيح استغلال الثروة إنه أنت إذا قالها لقى فائدة على سلو فازا الصحيح سوى نفسه مركا إرجع قلها هل كان هذين سوقه إن شاء الله تعالى أو إرجع إرداس أفر جيسك خجرته كسبت كسوقه اثنين أضع علامة الصح أمام الإجابة الصحيحة وحن لقى يا علامة الصح ذا جوابت الصح ذا هرتيد وعلامة خطأ أنت بدنا أرضي وحن سو أرك جرني دروسته هرة أم بعتبيده هرة إن جوابت الصح ذا كلي لصحايا مدي أن خلطني لقيتها يا سما هاتن واسك على مرك مدي صح أنا واسح يسا مدي خلطني واتخلط يسا مدي خلطني وخلطي أوكي أضع علامة الصح علامة الصح ذا أيان سارة يا أما أيان لقى يا أمام الإجابة الصحيحة جواب الصح ذا هرتيد وعلامة خطأ علامة خطأ أيان سارة يا أمام الإجابة الصحيحة أمام الإجابة الخاطئة أمام الإجابة الخاطئة جوابها خلطاً أيان سيدو كلينتو هرتيد أيان خلط سارة يا أضع علامة الصحيح علامة الصحيح ذا أيان سارة دونا أما أستانت الصح ذا لقوي قانو أيان سارة دونا مارتي ريدا جوابها صح ذا هرتود وعلامة خطأ علامة خلط كأيان سارة دونا أمام الإجابة الخاطئة جوابها خلط هرتود الإبل من الثروة الحيوانية البرية أوكي الإبل حكومي دي هاي حيوان رقالها حيوانات كبرقة أما لولكا أيو كميديا أوكي البقر من الثروة البحرية اللؤلؤ حكمتها أما السعو حكمتها حيوانات كبدة أما خيرات كبدة السمك حكمتها من الثروة البرية ملاي حكمتها وحيبها خيرات كلوكا لغيهلا لولكا عادي لغيهلا ومبدة أنكو جرب الغنم من الثروة الحيوانية عرق حكمتها حوالها مارتي أما خيرات كحيوانات مركة تنهره هلا نهاية خلط تنهي هلا نهاية خلط مدى الجيمنو هلا نهاية خلط كانوا هلا نهاية صح طبعا هذه برقان البر والبحر لو بنرجع أيو أيش القلقوت هاي لكن هذه اللي هي لوك واحد جوجو كم حونو نقايا صح حونو نقايا وحلي هاي حي ماذا حي ونبض خجرين قيلة ما دام مض خجرين سنس خصحينا كان لكن وخلت مركز تنهر واخ وصح تن الحين واس معناها قيلوا حكومي دي حيوانات كبرية صح لكن هدي اللي جوجو هدي اللي قال الله شيء وحيبك عليه البر والبحر اللي قال الله أما حيو هدي اللي قال الله أثر الحيوانية أما أثر الحيوانية البر قال هاي ساس مرتي ساح كنا قال هاد أوكي مركو علينا الإبل من الثروة الحيوانية البرية مركا تسوى صح أرتي حكومي دي هاي خيرات كلها لقيها اللي قيل بدك مجري البقر من الثروة البحرية لاضو حكومتها خيرات كلها لبضة خلط ملاي وحكومي دي هاي حبا لقيها لبرية صح ميا ملاي بنان كجو ملاي بنان مي ماد مقالي ماك ينتهي مقالي جري قلت مارتي هيسان مارتي الحمر كا ملاي بنان مي ماد
مقالمك انت اللي جنوت مركا ملايقو مركا ملايقو هاتو بناكو جوانا مش انا اغرن اخرت الغنم من الثروة الحيوانية صح قيبتا كلا الكتابة واملاء املاء املاء وحيبها هذلك الوقر حيو سيدي مارت علامة ترقيمك ايوك ميدي هاي علامة ترقيمك حيوك انت بدل سارايا وحانو صعد املاك لا املاك الله صمرني كي علامة ترقيمك ايا اما استعمها قرالك ايا مارت حيوك لسارة دونا املأ الفراغ في الجمل الاتية بعلامة الترقيم المناسبة ماشا بنان ايامكو بوحيها جوليكو سوصعدو علامة دا أما علاماتك أما أستعمها قرالك من بين الأقواس قوسك كجر ثم أكتبها وقرايا في دفتري بوقي ما هذا الذي تلبسه يا عمر ما هذا الذي تلبسه يا عمر حوية هي واحد لبسنتها عمره ما هذا مركا ماشي بين قوسيحك كجر فاصلة وهكذا هي علامة السؤال أما علامة الاستفهام رسوالتك بمارتي أستانتاس إيه النقطتين أم بحلو يقان علامة التوضيح أكو غر مركا ما هذا الذي تلبسه يا عمر واحد اللي بسنته معيته عمره تاس مركا عا استعمالي لنا علامة الاستفهام حانا كينا أيو رسؤالتك هو ما ما هو ما رسؤالتك هو ما ما هذا با الله خلقنا ورزقنا إلهي وأكين أبورتي ودان أرزاقه أوكي أنت هكو يقالو علامة السؤال إيو سيدو كل حانو مش نوكو يقالو هي النقطة أو دبعة هي علامة تعجب طبعا لهم مينا نوبنا الله خلقنا الرجل سوما ورزقنا الرجل طبعا مركا أنت وحاجرتو خلطة كجرو أبوغا قولدي قرتي ما قولدي دابعدي عدرتها لو علشو خرد كجر محيطة مركة أردي انت انو صوت رأيهد علامة دار الهدو علامة فاصلة محايا لي انت وحاق لها فاصلة انت وحاق لها جوكس مركة دا فاصلة حق علامة حقا تنو مجرد مركة ماشو حقا بحا علامة دان علامة داكو مجرد ماشي سفع عن بوقة بشا اسكسحة أردي اسكسحة حلقة اسكسحة halkaaska baa iska saxa calaamada su'aal soo gelin magartaba marka waxa la rabay in san la yiraado sidaan la yiraan rabay joogsi faasira iyo tacajub ama laba war mid la bixiyo ama ama tacajub la iska dhaafo calaam su'aal la keeno oo si luqad marka ama tanaad meesha ka bixaysa saa u bedeshtaas hadii saddex bal garabo saddex ikhtiyaar hadii la rabo ama saddex badiil la dil garabo ama calaam tacajub kan bixayna ama tanaad bixayna maxay leey labada waa la isticmaal lahay marka booskaas waxaan ku bedelay waxaan ku soo kordhinaa amba hadoon bixin haatee dhib ma lahe adoo xabad bixin waxa soo kordhi karta calaamada la yiraahdo faasila ila allah khalaqana kadib faasila way warazaqana dibac marka la meelo banaan mid waxaan galiyeyna faasila mid waxaan galineyna hakad marka saddex hadii saddex badiil laga rabay ama tacajub ka bixaysa amba waxa bixaysa ay sheeg ama calaamada istifhaam si aad soo gelisid علامه اللي فاصله ما هكذا علامه الترقيم ضروريه لا مار ما واي عين سنه هكذا جوكسي يا دبع مركه دبع دان قاداني او مارته جوكسي اه علامه تعجب يو كتغينا عين سنه فاصله او هكذا اه النقطه او دبعه يسوك علامه تعجب اما لا يابك مركه علامه الترقيم ضروريه نقطه دبع اوكي الخط اكتب وحن قرايا فرق الحنت واهي بخطي النسق والرقعه فرق الحنت ايان قرايا لبداس خط او ليرا خط النسق والرقعه في دفتري ما ياتي بوقي الابل والبقر والغنم من الثروه الحيوانيه قيلة يا لؤضة يا أريقة كمديهن خيراتك حيواناتك مارة حولة تاسح قريسة فرتاس حولة يقان خط النسخة أما النسخة سيدوك على خطك على قناة الرقعة مدي بحسو قريسة هالجير
marka arday sida hore kugu sheegay ee farquhiinta soo laabatay marka arday kasto adoo isku maradka isku maratay isku kalifo oo arintaas la yimaado ee adey muqarrarka u dhamaado qofka safartiisa inay toosnaayso ee maratay waa waadix farta qofka safartiisa toosay naqaysa maxay yeelay ee darsi kasto waxa ku jiro farquhiin ee muqarrarka waxa ka koobayaan sida hor dhacan ku sheegnaa 36 cashar ku koobayaan 36 cashar marka ee hadii marka cashar kasto uu ku jiriyo farquhiin meeqa marka 36 jeer ee ayuu ku soo 36 oo maratay 36 jeer soo naqaa okay 36 jeer ayuu ku soo naqaa macnaha farquhiinta marka waxa way nuskhada iyo ruqada sidaas soo baratakeysiin arda kastana buuggiisa khaaska ayuu ku soo qornayaa ayuu maarad insha Allah ta'ala su'aalihii daba joogay muhiimadda maalka uu leeyahay bini'aadamka ahmiyatul maal lil insaan su'aalihii ku saabsanay tacbiirka iyo kitaabada iyo imlaaga iyo sidoo kaleento su'aalihii la xiriiray calaamada tarqiimka intaas ayaan ku hakinaynaa insha Allah ta'ala in maaragtay aad kasoo shaqay doontaan oo buuggiina khaaska u shaqay doontaan aan rajeeyaa insha Allah ta'ala sida qaabka loogu shaqeeyayna si wacan aad u daawo doontaan uga faa'iido doontaan intaas ayaan ku hakinaynaa waxaan u gudbi doonaa insha Allah ta'ala casharka la xiriir casharkan insha Allah ta'ala xisada dambe wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.